هنا مسألة فقهية، وهي أنه لو أن المرأة أعسر زوجها بالنفقة هل تطلب الطلاق أو يحق لها الفسخ بإعساره في النفقة؟ ابن القيم يقول لا حق لها إلا في حالة واحدة، وهي أن تتزوجه وهو معسر فقير لا تعلم بفقره. وقوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن لا يمنعه من التكسب والعمل لتنفق على نفسها. وهناك قول قد يروق لبعض الناس من أن هي التي تنفق عليه إن كان لها مال، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وهي ترثه لو مات، لكنه قول ضعيف لأن الآية في شأن الوارث، ومعلوم أن النفقة تجب على الزوج ولو كانت الزوجة من أثرى النساء.